الدنيا تجلى بالنور، والقرآن لنا دستور، بلسان عربي جاء يدعونا لطريق النور. نبحر بمعاني القرآن، بالفرحة نطوي الأحزان، والخير لأجل الإنسان يرسمه القول المأثور، يرسمه القول المأثور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، بعيث الحق الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة والتابعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات المتابعون لنا عبر أثير هذه الفضائية والمتابعات، أحييكم بأجمل التحيات وألطف العبارات وأفضل الكلمات، فسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركات. حرفنا لهذه الحلقة هو حرف الهمزة، وكلمتنا هي أب بالتخفيف والتثقيل، وأسئلتنا هي ما التأثير اللغوي المرتبط بهذه الكلمة، وما المعاني التي ترد بخصوصها، وكيف تجيء في كتاب الله عز وجل بحسب الموارد المختلفة. هذه الأسئلة وغيرها مما سيكون بعون الله وتوفيقه محور لقائنا لهذه الحلقة. مشاهدي الأكارم، أصل كلمة أب بالواو، كما يرد ذلك لدى المشتغلين بعلم الصرف، نقول في التثنية أبوان، وكذلك هو حال الأخ، يثنى على أخوين، والأصل في كليهما أبو وأخو. قال المبرد: إنما حذف الواو من أخ علامة على التضمين، ومعنى التضمين عندنا أنك إذا قلت أخ فقد ضمنت شيئا معلوما وهو أخ آخر، وكذلك إذا قلت أب. وليس كذلك في مثل قولك رأس، لأنك إذا قلت رأس جاز أن تريد رأس عصا ورأس رجل ورأس بقرة وهكذا. وليس يدل قولك رأس على شيء بعينه. وفي المعجم أبوت الرجل آبوه إذا كنت له أبا، ويقال فلان يأبو هذا اليتيم إباوة، أي يغذوه كما يغذو الوالد ولده. وفي المثل لا أبا لك، كأنه يمدحه. وتصغير الأب على ما أثر أبي، ومنه عبد الله بن أبي، وتصغير الآباء على وجهين، أجودهما كما يعني ينقل عن المعجميين العرب أبيون والآخر أبياء، لأن كل جماعة على أفعال فإنها تصغر على حدها. والأبوة الفعل من الأب، كقولك تأبيت أبا وتبنيت ابنا وتأممت أما. وفلان بين الأبوة والبنوة والأمومة. ويجوز
يجوز في الشعر أن تقول هذان أباك على التثنية وأنت تريد أباك وأمك. ومن العرب من يقول أبوتنا أكرم الآباء، يجمعون الأب على فعوله كما يقولون هؤلاء عمومتنا وخؤولتنا. أعزائي المتابعين والمتابعات، بعد هذه التوطئة اللغوية دعونا الآن نستعرض كيف تأتي هذه الكلمة في القرآن الكريم وبأي معنى. كلمة أب قرآنيا أحبائي ترد على عدة أوجه، وذلك وفق الجري الآتي. أولا، الأب بتخفيف الباء الوالد، والوالدية هنا على وجوه. أحدها الأب الأدنى، ومنه قوله تعالى في سورة النساء وورثه أبواه، وفي مريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، وفي القصص وأبونا شيخ كبير، وفي عبس وأمه وأبيه، وفي الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ويوجد من قال أن آزر هنا ليس أبا مباشرا له عليه السلام، كما نقول في دارجتنا العمانية أبوي فلان، ونحن نقصد بذلك مجرد التوقير. أخبر الربيع بن سليمان قال: قال الإمام الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، الآية. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فنسب إبراهيم إلى أبيه، وأبوه كافر، ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح وابنه كافر. وفي المأثور من التفسير توجيها للآية يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واذكر يا محمد لحجاجك الذي تحاجج به قومك وخصومتك إياهم في آلهتهم وما تراجعهم فيها مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك مقيمون وصحة ما أنت عليه من الدين وحقيقة ما أنت به محتج حجاج إبراهيم خليلي قومه ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان وانقطاعه إلى الله والرضا به وليا وناصرا دون الأصنام، فاتخذه إماما واقتدي به واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا. إذ قال لأبيه مفارقا دينه وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه يا آزر. هذه إذن إخواني أخواتي أول وجوه الوالدية في القرآن. أما ثاني وجوه الوالدية في القرآن فالأب الأعلى وهو الجد، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفي الحج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه الآية حجة على أن الجد أب. أذكر أن فضيلة شيخنا القاضي سالم ابن حمد دخل على فضيلة الشيخ إبراهيم ابن سعيد العبري المفتي السابق للسلطنة، فوجده مهموما فسأله عما أهمه، قال له: كيف تقول في ابن البنت؟ فرد عليه الشيخ: هو ابن، ألا ترى أن الله سمى من آباء عيسى ابن مريم إبراهيم وإسحاق عليهما السلام؟ فتهلل وجه الشيخ بالبشر. ونصب ملة في الآية السابقة على معنى: وما جعل عليكم في الدين من حرج بل وسعه ولم يضيقه كملة أبيكم إبراهيم. فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت، وقيل نصبها على وجه الأمر، فكأنه قيل: اركعوا واسجدوا والزموا ملة أبيكم إبراهيم. هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فالأب في القرآن يأتي بمعنى العم،
ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإنما إسماعيل عم يعقوب عليهما السلام. الرابع الخالة، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش، أي رفع أباه وخالته على العرش. ودل رفع أبويه على العرش على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به، إذ لو كان لا يحل أو لا يباح لكان يوسف غير متخذ له ولا كان يعقوب يجلس عليه. دل ذلك منهما عليهما السلام أنه لا بأس به. ويقرر العلماء مستمعي الأفاضل أن المثنى منه أي من الأب يطلق على الأبوين المباشرين. قال تعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ويطلق كذلك على الأجداد. قال تعالى في سورة يوسف: كما أتمها على أبويك من قبل، ويطلق أيضا على آدم وزوجه حواء. قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وغلب فيهما لفظ التذكير على التأنيث، من هنا لم يأتي في اللغة مثنى للأم، واكتفي بجمعها على أمهات. ويقال وهذه من الطرائف اللغوية أن أمات لغير العاقل وأمهات للعاقل، والتمثيل على ذلك تقول: قرأت أمات الكتب. وفي المقابل أيضا يقال: أمهات الرجال يقمن بدور عظيم. أما الآباء فلفظ يطلق على الآباء والأجداد، قربوا أم بعدوا. فمن الأول قوله تعالى في سورة النساء: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ومن الثاني: أنتم وآباؤكم الأقدمون، كما ورد في سورة الشعراء. أخيرا الأب بتشديد الباء ما يغدو، ومنه قوله تعالى في سورة عبس: وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال الراغب في مفرداته: الأب المرعى المتهيئ للرعي. وقال الدامغاني في قاموس القرآن المعروف بإصلاح وجوه القرآن الكريم: يقال هو الكلا أو التبن. وعلى الأول ينقل ابن الجوزي: أب الرجل إذا تهيأ للذهاب أبا وإباب وأبابة وأبيبا. وأنشد للأعشى: أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا. ويفسر الأب في الآية أيضا بالعشب وبالثمار الرطبة. وفي قوله تعالى بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم طي ونشر، فالفاكهة متاع لكم والأب متاع لأنعامكم. قال المحقق الخليلي في صمت الجوهر الرفيع في علم البديع نقلا عن الحموي: الطي والنشر أن تذكر شيئين فصاعدا، إما تفصيلا فتنص على كل واحد منهما، وإما إجمالا فتأتي بلفظ واحد يشتمل على معاني متعددة، وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به. وبعد متابعي الأكارم، قد تبين لنا مما تقدم كيف أن الأب يأتي في القرآن مفردا ومثنى ومجموعة لوجوه متعددة، وكيف تنزل المفردات في سياقاتها المختلفة بحسب المقصود منها. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته ومع كلمة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منه مفاهيم الإسلام نلقاها طول الأيام، تجمعنا أزكى الأحلام، والحافظ يحيى مسرور. من كل جديد ومفيد يدنو الموعد بالتجديد، والأشواق إليه تزيد.
بالخير فؤاد المغمور، بالخير فؤاد المغمور.